دلوقتي هناخد مع بعض الدرس رقم 4، بمعنى في الوحدة بتاعتنا التواصل في مجتمعنا. الدرس بعنوان الفرق بين البريد العادي والبريد الإلكتروني. طيب احنا لو جينا اتكلمنا مع بعض عن، احنا امبارح اتكلمنا عن البريد، ازاي ابعت رسالة مثلا عن طريق البريد، واتكلمت برضو عن الأوجه التشابه بين البريد العادي اللي هو اللي ببعت فيه رسالة وبتروح لمكتب البريد وساعة البريد بياخدها وينقلها، والطريقة التانية اللي هي الطريقة الحديثة التكنولوجية الحديثة اللي بستخدم فيها الموبايل أو اللاب بتاعي اللي أنا ببعت رسالة في ساعتها بتوصل، وإن التانية كانت تاخد وقت. طب احنا لو اتكلمنا عن أوجه التشابه والاختلاف بين البريد العادي والبريد الإلكتروني، أوجه التشابه ايه تفتكروا؟ أوجه التشابه هيبقى في أغلبها في محتوى الرسالة، الرسالة هكتب فيها ايه مثلا، صح؟ طب الاختلاف في ايه؟ ان الوقت مثلا، الرسالة ديت كانت بتاخد اللي هي رسالة البريد ممكن تاخد بضعة أيام، ممكن تاخد شهر، لكن رسالة الكمبيوتر اللي هي الرسالة بتاعت البريد الإلكتروني أو الإيميل اللي ببعتها عن طريق الإيميل بتاعي بتبعت فورا. طيب لو اوجه التشابه بقى ايه؟ اوجه التشابه بين الرسالة اللي عن طريق البريد العادي والرسالة عن اللي هي عن طريق البريد الالكتروني، محتوى الرسالة، الرسالة بتحتوي على ايه؟ الكلام اللي جوه الرسالة اكيد هو دوت اللي هيبقى هو دوت، صح ولا لا؟ بس الحاجة المختلفة احنا بنتكلم فيها ان الرسالة اللي عن طريق البريد الالكتروني بتتبعت ما بتحتاجش وقت نهائي، بتتبعت على طول، اما الرسالة اللي عن طريق البريد بتاخد بعض الايام او ممكن توصل كمان لمدة توصل لشهر. وكمان انا عن طريق الرسالة ديت انا مقدرش ابعتها عن طريق لكذا حد، يعني انا ما ينفعش مثلا الرسالة اللي عن طريق البريد ابعتها لكذا واحد، لازم احط بقى اجيب طابع بوستة واحطه عليها وابعتها لمكان فلاني. طب ينفع ان انا ابعت الرسالة دي لكذا مكان؟ لا. لكن الرسالة الالكترونية ينفع ابعتها، ان انا اكتب الرسالة وابعتها مثلا لزميلي دوت وصاحبي دوت وصاحبي في الحتة دي، ممكن اعمل كده، ممكن اعمل لها تاج زي ما كنا بنقول عليه، ان انا احدد كذا شخص وابعته لهم انا، وانا ممكن ادفع الرسالة في المقابل كتير، يعني ادفع فلوس كتير عشان ابعت الرسالة الالكترونية. لا، ده هي بيبقى عن طريق مثلا اللي هي مصاريف الخط بتاعي، او مثلا بيبقى فيه اشتراك عن طريق شركة الاتصالات، بيبقى اشتراك مش غالي. هو انا بحط طابع بريد في الرسالة اللي هي في البريد الالكتروني؟ لا، انا مش بحتاج كل ده، انا مجرد ان انا ببعت الرسالة والرسالة بتتبعت على طول، يعني بكتب الرسالة وبعمل سند او ارسال، الرسالة بتوصل في نفس الوقت، تمام؟ وممكن ابعت رسالة لكذا شخص، وممكن ابعتها كمان لبلد غير البلد، يعني ممكن ابعت لكذا حد في كذا بلد غير الرسالة اللي عن طريق البريد الايه؟ البريد العادي بتاعنا، تمام؟ طيب على الرغم من كده احنا اتكلمنا عن اوجه التشابه والاختلاف بين البريد العادي والبريد الالكتروني، لكن على الرغم من كده ان برضو ممكن يحصل بعض السلبيات، الحاجات اللي مش كويسة في التواصل بتاعي. خلي بالنا احنا دلوقتي احنا بنستخدم تكنولوجيا متطورة جدا في ارسال الرسائل، يعني انا مسافه اللي انا بكتب الرساله، الرساله على طول بتتبعت حالا. طب ما ممكن تحصل بعض المشاكل وانا بعمل الرساله دي، هو انا مش ممكن وانا بكتب الرساله بسرعه اللي انا اخطا في كتابه كلمه او التهجئه بتاعتها اللي انا اكتبها غلط، او ممكن ابعت الرساله لشخص غلط، يعني مثلا اكتب مثلا لواحد صاحبي النهارده انا هقابلك في الحته ديت عشان مثلا نروح نذاكروا مع بعض او نعملوا اي حاجه، ممكن ابعت الرساله لحد تاني، دي ممكن من برضو من الحاجات اللي ممكن تبقى سلبية في التواصل الاجتماعي دوت، تمام؟ يعني ممكن تحصل لي مواقف عن طريق اللي انا مثلا ابعت رسالة، مواقف مثلا ممكن تضايقني او تضايق حد مني، ان انا ممكن ابعت رسالة مثلا اتهجها غلط، اكتبها بطريقة غلط، او ممكن ابعتها لشخص تاني خالص. وعلى فكرة ان مسافة اللي انا ببعت الرسالة على طول ما ينفعش اللي انا ارجع استعيدها، او ان انا مثلا ايه امسحها، خلاص هي طالما وصلت وصلت على طول، صح ولا لا؟ طيب ممكن يحصل بعض المشاكل.
طب احنا ممكن يحصل مشاكل زي ايه مثلا؟ تعالوا كده نشوفوا. التقط لك صديقك المفضل صورة مضحكة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، فتضايقت كثيرا من هذا الفعل وتأذت مشاعرك. المشكلة ايه؟ المشكلة ان هو التقط ليا صورة وانا مش واخد بالي، مثلا انا باكل وانا بعمل اي حاجة، الصورة ممكن تبقى تضحك الناس عليا او تكسفني مثلا او تحرجني او تحطني في موقف محرج. طب انا هحاول اعمل ايه لو اتحطيت في موقف زي ده؟ انا هحاول مثلا انا اتكلم معاه واقول له لو سمحت ممكن تمسح الصورة دي، الصورة دي بتضايقني. تمام، دي اللي ممكن من اهم السلبيات اللي ممكن بتحصل في مجتمعنا في حكاية اللي انا مثلا الموبايلات والاجهزة الحديثة والتكنولوجية. ممكن ايه تاني مشاكل تحصل؟ تضايقت منك ابنة عمك بسبب رسالة تظن فيها انك اسأت اليها. انا ممكن وانا بكتب رسالة اخطأ في كتابتها، اكتب مثلا حروف غلط ممكن تتفسر بمعنى تاني، فممكن حد انا بعت رسالة بعد ما بعتها على طول، طبعا ما بينفعش ان انا امسحها واستعيدها، الرسالة ممكن توصل وممكن تضايق ناس مني، فانا ممكن دي المشكلة. المشكلة ان انا ممكن اكتب الرسالة بطريقة خطأ، حد يفهمني غلط. انا هحاول اعمل ايه؟ هحاول مثلا ان انا اتكلم معاها واقول لها مثلا انا اسف انا كتبتها بطريقه غلط، انا ما كانش قصدي، انا ما خدتش بالي وانا بكتبها. تمام، ايه تاني ممكن يواجهني؟ تعالوا كده نشوفوا الصفحه اللي بعد كده. تستخدم هاتف والدتك المحمول وفجاه رن الهاتف فاجبت، فاذا بك تسمع صوتا لا تعرفه يسالك عن عنوان منزلك. المشكلة ايه المشكلة ديت؟ المشكلة ان انا حد انا مش عارفه ممكن هو بيسألني على بيتي وانا مش عارفه هو، لا وانا رديت بالغلط يعني انا رديت على طول. طب طبعا دي مشكلة كبيرة، لان انا مش اي حد ينفع ان انا اقول له يقول لك انت ساكن فين ويقول لي العنوان، انا ما ينفعش، لازم ان انا اسأل حد كبير. اول ما تواجهني مشكلة زي دي المفروض ان انا على طول ادي التليفون مثلا لوالدتي او لوالدي اللي انا هو يساعدني في حاجه زي كده، او هو او اقفل السكه، لان انا ما ينفعش ان انا ادي عنوان بيتي لاي حد. تمام، المشكله اللي انا رديت على طول، اللي انا اجبت على الهاتف على طول. تمام، اللي انا هحاول اللي انا اعمل حاول ان انا مثلا يا اما اغلق الهاتف او ان انا ادي التليفون لحد من حد مثلا في العائله، مثلا الاب او الام، ان هو يساعدني في المشكله دي. طبعا هسيب كل واحد فيكم يكتب رأيه هو الشخصي. تلعب على جهاز الكمبيوتر وفجأة ظهرت أمامك رسالة تدعوك لشراء وقتا إضافيا. احنا واحنا بنلعب ساعات لعبة كده يقولك ايه، طب النقط أو البوينت خلصت، انت ممكن تاخد وقت تاني مثلا من الكريدت كارد أو مثلا من بطاقة الفيزا، انت هتعمل ايه؟ طبعا ما ينفعش نعمل حاجة زي كده نهائي غير ما نستشير العيلة بتاعتنا الأول. وكمان احنا المفروض حتى واحنا بنلعب نلعب بوقت صغير، ما نلعبش كتير، وبرضه لازم في كل الاحوال نستشير العيله. تمام، وناخد رايهم في كل حاجه زي كده تظهر لنا، ما ينفعش نعمل اي خطوه غير اما نسال مثلا ايه الاب والام. تمام، طيب تخيل الصفحه اللي بعد كده ان معلمك طلب منك انت وزملائك تجميع زجاجات بلاستيكيه لتنفيذ مشروع. اكتب رسالة إلى أحد مصاح أحد أصحاب المتاجر في منطقتك وأحد أفراد عائلتك وأحد أصدقائك، اطلب منهم أن يحضروا لك مواد نستخدمها لتنفيذ مشروعك أو يتبرعوا بها. احنا قبل كده قلنا إن احنا في المدينة بتاعتنا هنحتاج بعض الزجاجات البلاستيكية عشان نعمل منها مثلا ايه تصميم في المشروع بتاعنا في المدينة، الأبراج أو كده. طيب احنا لو عايزين نبعت مثلا رسالة لصاحب المتجر نطلب منه ايه الزجاجات الفارغة الفاضية، هنقول له ايه؟ او لأحد مثلا من افراد العائلة او لحد من اصدقائنا. انا هسيب كل واحد فيكم كده يفكر ويقول لي هو هيكتب ايه في الرسائل دي. تمام،